بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الشجرة وأقل لكما، يعني علمنا ربي علم لا كما لا نقص فيه، ذاك علم كم لو أخذت به لنجوت من مؤامرات شياطين الإنس والجن. وأقول لكما مع الإعلام إن الشيطان لكم عدو مبين، أي ظهر عداوته. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إحنا ظلمنا أنفسنا، لم تظلمنا يا ربنا، إحنا ما كناش حاضرين لتعامل مع تعليماتك، إحنا خلينا سطحية كلامك ومشى وانتهى أثره فينا. فهو قال في الشرك اللي وضعه لنا الشيطان العدو المبين. وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هنا وقف الكلام. لا أنتم مثلا ما قلتوش ظلمنا أنفسنا، خاطر ما عندكمش، لكن الأصل آدم وزوجته عليهما السلام عارفين اللي تعدوا حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك الظالمون. وليكذب على ربي يقول ما سماش، فهم ظالمين. تحمل مسؤوليتك لما تقول، يعني تقول تحت ضغط ابليس اللي يسبك من كل عقل وكل ملكة مميزة، نسأل الله السلامة.